دقيقة اعطونا اعطونا شوية ارد ارد ننفع بيه الكاميرا. انا حاجك انا حاجك. شباب 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 خلوا نجمنا فنان رزاق احمد فنان رزاق احمد خلوه يناشد هو صوتكم واحنا كل احنا صوتكم واحنا بخدمتكم الله يعزك. شوف بس احنا سمعنا اخواننا وعمامنا وسمعنا وين قاعدين وين قاعد يشتغلون شنو معاناتهم ومئة واحد مئة واحد او الف واحد مناشدين يقول لك المناشدة مالتنا رايحة بالجو الطير من دولتنا الغالية دولتنا العزيزة دولتنا نخليكم على راسنا رئاسة الوزراء يعني اذا تجيبون العدة مال الفقير اذا تحسبون ترى يعني معدودين على الايدي تقدرون تسيطرون عليهم يعني قاعد بالإيجار ويشتغل عماله ها وعماله ماكو والله ماكو اي ما دار غير وجه حب التساوي على العالم ما داري مو بالتساوي ترى تعال هاي الموضوع ما داري هسه هذول اغلبيتهم ترى ما مستلمي انا رجال مو فقير الحمد لله وشكر ميسور الحال الله يخليك بس ترى هاي العالم ترى ما مستلمه ثلاث ارباعها ما مستلمه يعني ولا يوزع حب التساوي لا ما يوزع ثانية خدمات مدينة الصدر شنو عم وين؟ وين اعطينا خدمات سووا عمي؟ يعني انتم سبب من عندكم؟ احنا سبب من عندنا سووا لهم عمي شنو اللي مسوي لهم احنا؟ انتخبناهم وياهم وياهم صار بساير يعني شو نسوي لهم بعد؟ ليش ما يجي؟ زين انت يا اخي غير بلديه غير تسمع تندى المكانه؟ اسمع استاذ راح نروح امك تندى المكانه لو لا؟ خل افهمك خل افهمك هسه فلشوا الفلاح بدوا بالفلاح غير تندى المكانه البلديه؟ بدوا بالفلاح لا ما بدوا بالفلاح هذا الفلاح بلشوا توادر انت غير تفلش شارع شارع بلش بيها كل هالمدينه انت غير تشتغل شارع شارع هسه اشتغل الفلاح بلش مال المستشفى القادسيه طبعا القطاع جوا انت غير تشتغل شغله شغله لو تفنيها فني الفقير كفيلك العباس بدعم الفقير هاي العالم هسه انا جاي ناشدك على موضوع ما داري هذول الوالد ترى ثلاث ارباعها ما مستلم رخصه الولد يعني لو يوزعها بالتساوي لا يوزع راح نروح والدي يعني هاي يا المستلم يا طلعت ما دار انت مو عمال يا المستلمها ما دار مو كلكم عندكم عوائل عندكم سيارات باسم كام عندكم بيتان عندكم بيوت باسم كام بعد شكو صادي حموته كان انا رجال الحمد لله ميسور الحال وداوم واشتغل والحمد لله وشغل بس هاي ترى طبقه فقيره حلو الاحساس دير بالك عليهم راح نروح امك والله هاي مناسبه